أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة من برنامج الكائن الخاص. نستضيف اليوم الفنانة والباحثة التونسية مهر الهمامي، وسيصاحبنا أيضا في هذه الحلقة العازف العود اليمني محمد الهجري. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بضيوفي الكرام. أهلا أستاذة مهر. أهلا أستاذ محمد. أهلا أستاذة. أستاذة مهر، يعني أنت كنت حديث في الأوساط اليمنية خلال الفترة الماضية. أيوة. بحكم اهتمامك بالموسيقى والفن اليمني، هل قبل أن نذهب إلى سر الاهتمام هذا، هل ممكن تعطي المشاهد اليمني لمحة من هي الفنانة مهر الهمامي؟ مهر الهمامي هي مطربة تونسية وأستاذ تربية موسيقية، وفي نفس الوقت أنا باحثة في التراث الموسيقي اليمني. عملت رسالة ماجستير وحاليا بصدد إتمام رسالة دكتوراه حول الموشح الصنعاني خلال القرن العشرين، ورسالة الماجستير كانت حول التراث الغنائي اليمني بصفة عامة. أصيلة مدينة باجة، تونسية الأصل، ويعني مولودة في مدينة باجة، وأنا تونسية الجنسية فقط، مولعة بالفن اليمني. نعم. قبل، يعني الاسم مهر، يعني الكثير يستغرب من أين جاء هذا الاسم، ما سر هذه التسمية؟ يعني الاسم اسم مهر. نعم، أنا كمان كنت أستغرب لما كنت صغيرة ليش اسمي مهر. بعدين اكتشفت أنه يعني جدتي هي اللي سمتني مهر، سمتني لما شاهدت فيلم، يعني كان لي الشاعر المعروف في رأس أبو الحمداني. نعم. وأخته كانت اسمها مهر، فاشترطت على بابا، قالت له لما تجيب ولد تسميه فراس والبنت تسميها مهر، فكان هذا الوعد يعني. أخي اسمه فراس وأنا اسمي مهر. أهلا وسهلا أستاذة مهر. متى حدث أول احتكاك لك بالفن اليمني؟ متى استمعتي للمرة الأولى؟ منذ الصغر، يعني منذ الصغر، سنوات عمري يمكن 15 سنة أو 14 سنة كنت أستمع للموسيقى اليمنية، لكن حقيقة لا، في الصغر كان في منظوري إنها خليجية بحكم أني مش باحثة يعني في ذاك الوقت. بعدين اكتشفت الفضول، يعني خلاني أكتشف أصول الفنانين اللي أنا كنت أستمع لهم، يعني مثل الفنان أبو بكر سالم، الفنان محمد عبد رب إدريس، كثير فنانين. نعم. يمنيين، اكتشفت أنهم أصول يمنية يعني مش خليجيين. نعم. بعدين يعني صار هالولع، يعني أتم يعني كملت في هذا المشوار، أستمع كثير موسيقى يمنية من فنانين يمنيين، من حتى فنانين عرب مثل ذكرى محمد، غنيت الفن اليمني، نجاح سلام، يعني في كثير أنغام، هيري يونس، أنغام، وردة، أيوة، يعني سمعت لهم كثير واستمع للفنانين اليمنيين. وبعدين لما يعني أخذت البكالوريا واخترت الجامعة المعهد العالي للموسيقى، كنت أغني كل شيء، يعني الطربي، التونسي، الشرقي واليمني، يعني كان في الاستماع أكيد. اخترت يكون رسالة ختم، يعني رسالة الماجستير تكون البحث حول الموسيقى اليمنية، لأنه ما كانش فما بحوث حول الموسيقى اليمنية في تونس، كانت مثلا حول الموسيقى المصرية، التركية، التونسية، لكن اليمنية أنا من بين الأولين، يعني نعم، اللي بحثوا في تونس اللي بحثوا حول الموسيقى اليمنية، وهذا خلى لي الفضول، يعني قلت على الأقل يكون في مرجع في المكتبة الوطنية في تونس حول التراث الموسيقي اليمني حتى المتلقي يعرف. نعم. الموسيقى اليمنية. طيب أستاذ محمد، في هذه الموضوع الاهتمام بالنسبة للفنانين العرب أو حتى الباحثين، هل هناك فعلا إنصاف لموضوع الأغنية اليمنية؟ أم أنه تنسب الأغنية اليمنية للخليج أو لغيرها، من حتى فنانين شاميين غنوا أيضا ونسبوها أيضا للتراث ولم يحددوا الاسم؟ يعني أحيانا يكون، يعني ممكن نقول أنه تقصير أو عدم علم، يعني إحنا ما نقدرش نلوم الفنان المطرب لأنه هو وصل له كذا، مثلا توصل له الأغنية على أساس أنها تراث خليجي فبيغنيها على أساس أنها تراث خليجي، ممكن يكون هو تقصير منه مش متعمد يعني. لكن صراحة أنصفوها الأغنية اليمنية، أنصفوها كثير من الباحثين الأجانب للأسف أكثر من العرب يعني. والآن نحن ملاحظين على الساحة اهتمام كثير من الفنانين العرب في الموضوع الأغنية اليمنية، لأنها فعلا تستحق أن تأخذ مكانتها بحكم مكانة اليمن الحضارية والثقافية أيضا قديمة، فالأغنية اليمنية لها مكانة خاصة في جزيرة العرب. نعم. يعني هي تعتبر أن هي المفروض أن هي تكون يعني أساس الفن في الجزيرة العربية، فلازم أنها تأخذ مكانها ويكون لها خصوصيتها. فمثلا حتى على مستوى العزف،
يعني في هناك المدارس العزف المختلفة زي المدرسة التركية في العزف، المدرسة الشرقية، المدرسة العراقية، لكن هناك تجاهل المدرسة اليمنية. نعم. وفي تسمية لها يعني بتسمية المدرسة الخليجية. حتى أنا كمان يعني أعرف عند الموسيقيين بحكم أن أنا أدرس في المعهد العالي في الموسيقى العربية في مصر بأني عازف عود خليجي وليس يمني. وأنا كمان أحاول أجتهد في هذا الموضوع أننا أبرز المدرسة اليمنية وأظهر كخصوصيتها، وهذا هو حق من حقوق هذا الفن يعني. نعم. أستاذ مهر، ما هو سر يعني عدم انتشار الأغنية اليمنية بألحانها الحقيقية وأيضا بنسبتها سواء للمؤلفين أو للكتاب؟ ممكن أنا حسب يعني رأيي الخاص أقول إنه ممكن لأنها ليست مدونة، يعني ليست مدونة، ما فيش معاهد خاصة بالموسيقى. وزارة الثقافة اليمنية ممكن لا تهتم بالتوثيق أو التدوين، يعني تنسب التراث للمندوبية الثقافة اليمنية، ما يظل هيك يعني عرضة للسرقة يعني بين قوسين، أو عرضة للأخذ يعني. ممكن هذه الأشياء يعني هي السبب يعني. وما فيش حقوق مؤلف، يعني لما الملحن أو الشاعر يكتب أغنية لازم يكون في حقوق يعني تدون وتوثق ويكون ممضى عليها، وعرفت كيف يعني. هذه الأشياء هي اللي تخلي يعني التراث أو الموسيقى اليمنية تكون موسيقى يعني يمنية، مش تسمى باسم آخر. والأعلام عنده دور كبير يعني، الأعلام في ترويج الأغنية اليمنية، يعني شركات الإنتاج والأعلام حتى يعرفها الموسيقي العربي، عرفت يعني. طيب أستاذ مهر، مشكلة الأغنية اليمنية تحديدا أنها ليست حديثة، هي ربما تعود لمئات السنين. يعني كان هناك أيضا جان لمبير وعدد من الباحثين وجدوا صعوبة في تتبع الألحان وفي تتبع الكلمات. وأيضا كيف يمكن معالجة هذه القصة؟ هل يكفي مثلا تسليط رسالة دكتوراه أو ماجستير على هذه القصة، أم أن الموضوع بحاجة إلى جهد أيضا من منظمة دولية كاليونسكو وغيرها للحفاظ على هذا التراث؟ المنظمات عندها دور كبير في المحافظة على التراث، المنظمات يعني عندها دور كبير جدا في المحافظة على التراث الموسيقي اليمني. هذا بغرار هذا على غرار كثرة يعني البحوث. يعني لما أشوف أنا جون لامبير هو مستشرق فرنسي، نعم، يبحث عن الموسيقى اليمنية، فيحبذ يكون الباحثين يمنيين، يعني يمنيين لأنهم هما موجودين في اليمن، يعرفوا يعني تكون عندهم أسهل الدراسات الميدانية، الاستفسار، الفضول، الحركية، يعني مش كيفنا احنا. أنا مثلا تونسية ألقى صعوبة يعني في البحوث، يعني ما فيش مراجع مكتوبة، لكن حاول أحلل بأكاديميا يعني دارسة معهد موسيقى، وحاول يعني أتصل بالفنانين وأحلل حسب يعني الكتب، التاريخ، تواصلي مع بعض الفنانين، مع جون لامبير، حتى يعني أقوم بدراسة مقنعة، يعني تكون هي نسبية لكن مقنعة على الأقل، عرفت كيف. لكن لازم يكون يعني الباحثين موجودين، ولازم هم اللي يدافعوا على الموسيقى اليمنية يعني بالبحوث والتوثيق وبرشا حاجات أخرين يعني. الأغنية اليمنية كانت يعني لك تجربة فيها في تونس في مهرجان طيوب تقريبا، في عدة عروض، صحيح. هل تجد رواج لدى المستمع التونسي؟ حبوها برشا. أنا أول مرة لما غنيتها في عرض تخرجي سنة 2013، يعني 2013-2014 كان عرض تخرجي. أنا مطالبة باعتباري اختصاص غناء، يعني مطالبة أني أعمل عرض تخرج. عملت عرض متنوع فيه الموسيقى الطربية، يعني الأغنية الطربية، الأغنية التونسية، وكانت المفاجأة الأغنية اليمنية، الموال الصنعاني والأغنية اليمنية. حبوها جدا يعني الأساتذة، اللجنة لقت استحسان يعني وحبوها، قالوا لي واصل في هذا الجو اليمني، لأنه بالنسبة لي احنا غريب، لكن الغرابة فيها طرافة، فيها جمال يعني، لأنه ما يعرفوش قبل دونك يعني. إذا حبوه واستغربوا، وكان فيه طرافة وكان فيه جمال، قالوا لي تخصص فيه لأنه مواتي لك صوتك بتونسي يعني تأديه يعني. نعم. أوكي. هل فيه صعوبة الفن اليمني عن الفن الطربي أو عن الفن الخليجي أو الفن الآخر؟ يعني فيه صعوبة جدا، لأنه الطربي احنا متعودين أن نسمع الطربي، المدرسة المشرقية يعني في الراديو دايما نسمع مصر، في الأغاني المصرية، في الأفلام، في كل الأماكن يعني نسمع مصري بطبيعة تونسي أكيد.
لكن اليمني فيه صعوبة، هذا مش لأنه محلي فيه صعوبة، فيه صعوبة حتى في العرب وفي الأداء، متنوع بتنوع المناطق. اليمن كبيرة برشا، قد ما تكون هي كبيرة قد ما يكون الغناء فيها ثري ومتنوع. العرب أو الغناء في حضرموت غير اللي في صنعاء، غير اللي في لحش، غير اللي في يافع، غير اللي في تهامة، غير يعني متنوع جدا يعني. طيب هل بالإمكان أن نفتتح اللقاء أيضا بأغنية من التراث الصنعاني مثلا، باعتبار أنه أغنية يمنية؟ أغنية أكيد. يمنية نعم، استطعت أنك تصل إلى جمهورك يعني. أوكي. أستاذ محمد، الأغنية اليمنية في ناحية العزف يعني، هل هناك أيضا خصوصية لها تختلف مثلا في إيقاعاتها، في طبيعة التعامل مع الأدوات الوترية فيها أكثر؟ طبعا هناك خصوصية مقامية،
خصوصية إيقاعية، خصوصية في أساليب العزف وفي وفي الريش أيضا، في أساليب الريشة خصوصية تامة كاملة في 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 في, في الأسلوب اليمني في العزف. يعني هناك مقامات خاصة ما تمش تدوينها يمنية. نعم. هناك إيقاعات خاصة يعني متنوعة كثير جدا، يعني سواء كان في في, في على مستوى المناطق اليمنية أو على مستوى يعني حتى الأغنية نفسها بيكون فيها الإيقاع متنوع. يعني هو صراحة هو مش مقدرش نقول إنها صعوبة، لكن هو علم ما تمش تنويته وما تمش ترتيبه بشكل أكاديمي علشان إنه يظهر للموسيقيين اللي هم من خارج اليمن فيكون أسهل لهم في لأنه هو مشكلته إنه ما كانش مسموع. نعم. وانحصر خاصة اللون الصنعاني انحصر كثير جدا. فهذا بسبب يعني النظام السياسي. بسبب كثير النظام الطبقي. أيوة كثير له علاقة بالسياسة وبالوضع السياسي في اليمن. أكثر من مثلا الفن الحضرمي والفن اللحجي بسبب الهجرات اللي حصلت من الحضارم إلى دول الخليج فانتقل فنهم، بس في فنون أخرى في اليمن بقت يعني محصورة. نعم. رغم أن هي مثلا الفن الصنعاني له ميزة كبيرة جدا أنه فن يؤثر فيما حوله فيما محيطه ولا يأخذ من غيره، عكس نعم. الفنون الأخرى اللي هي تأثرت بالألوان الأفريقية أو الهندية أو شيء، لكن الفن الصنعاني يعطي ولا يأخذ. نعم. لا يمكن أن يتأثر الفن الصنعاني بأي لون آخر. يعني نسمع مثلا نقول انه الفن الصناعي تاثر بالتركي، لكن احنا الان في تركيا وبنسمع مثلا اغاني تركيه كثيره عن مختلف الاختلاف تماما، لا يوجد اي وجه تشابه في هذه النقطه. ما هو السبب؟ يعني انا يعني من خلال تتبعي ايضا انه حتى في الغناء الصنعاني وفي المناطق اللي تعزف لم يدخل العود الشرقي الا قريبا، يعني كانوا محتفظين بالطربي القنبوس والقنبوس وهو من اربعه اوتار. يعني هل هذا جزء من حالة الانغلاق الثقافي أم أنه محاولة ل يعني إيجاد ملاذ خاص بالأغنية الصنعانية كأغنية لنخبة معينة؟ هي الأغنية الصنعانية هي عرفت الأغنية الصنعانية قديما، يعني عرفت بالقنبوس ومع آلة الصحن هذا. نعم. قديما نحكي يعني من العشرينات أو قبل شوي، بعدين دخل العود الشرقي ممكن مع الاستعمار العثماني، لكن هو جميل التجديد أن يكون تجديد يعني في الأغنية الصنعانية. التربي هو يعني عود محلي. نعم. عود يمني بحت، مثل احنا في تونس عندنا العود التقليدي العود التونسي، يعني نقولوا احنا العود العربي بتونس. نعم. أي يعني بلد عنده العود الخاص به، مثلا في تركيا عندهم العود الخاص بهم، اليمن العود الخاص به هو التربي يعني القنبوس، يعني الذي يعرف خاصة في صنعاء في جلسات المجيل، يعني في جلسات المجيل أكثر حاجة، يعني جلسات الظهيرة يعني وكل. العود الشرقي كي دخل يعني عوض القنبوس، لكن غيبوا نوعا ما، اصبح يعني القنبوس تلاشى، يعني ما عاش تلاشى. اي نعم تلاشى، لكن الحمد لله انا عرفت مؤخرا انه في اساتذه. نعم. قاعدين يحيوا في هذه الاله ويدرسوا فيها وعاملين يعني ورشات لصناعه الاله حتى لا تتلاشى يعني. نعم. طيب الاغنيه اليمنيه هل يزيدها انتشارا او يؤثر عليها ان تغنى بأشكال أو بألحان أخرى أو بتحريف في الألحان من قبل فنانين عرب مثلا خليجيين أو شوام أو حتى مغاربة؟ هو جمالها لازم يكون لازم تحافظ على الجمال متاعها، على البصمة متاعها، على الخصوصية، لكن التجديد أنا مع أنه التجديد يكون تغنى في أوركسترا. ومن بين الرواد يعني أنا حتى في دراساتي أحكيت على هذا الموضوع، من بين المجددين في الأغنية الصنعانية الأستاذ المرحوم والفنان اللي أنا نحبه برشا يعني ونسمع له برشا، الفنان أبو بكر سالم، وكان من أول رواد اللي عمل تجديد الأغنية الصنعانية، خرجت من الضيق من الإطار الضيق القنبوس أو العود مع الصحن وأصبحت تغنى في فرقة موسيقية. نعم. الكمانجا والناي عرفت يعني، وهذا جميل يعني، لكن حافظ على الخصوصية الصنعانية. نعم. في الأداء وفي الموسيقى. طيب بالنسبة هل المشكلة في طريقة تفكير الموسيقيين اليمنيين أو الفنانين اليمنيين؟ نلاحظ أنه لا توجد أدوات أخرى غير الإيقاع وغير العود وأحيانا يعني أدوات بسيطة، هل هناك إشكالية في إنتاج عمل أو نوتات موسيقية أوركسترا يعني يتم يعني توزيعها للعالم أيضا تحفظ أيضا وتطور الأغنية اليمنية؟
زي ما قالت الأستاذة أمار، احنا محتاجين باحثين ودارسين وأكاديميين يمنيين يشتغلوا على الموضوع هذا، هم يكونوا أكثر يعني أقرب للحس وللهنك وللشغل في الموضوع يعني. بس الفنانين اليمنيين بتواجههم مشكلة قبل هذه، إنه الوعي الثقافي الفني. احنا ما عندنا مؤدين ما شاء الله ممتازين، ويا كثرهم يعني فنانين مبدعين جدا، لكن ينقصهم الوعي الثقافي. وهذا مش إنه هو تكسير منهم، هو تكسير من الجهات المعنية أن تفتح أكاديميات وتدرس المعاهد. لا. ولازم الفنان يكون في نقابة للفنانين، في اختبار للفنان، أنه ما يكونش فنان إلا بعضوية، بعد ما يعني يكون في ناس لجنة تحكيم تشوف أنه تقيم الفنان هذا لو ينفع أنه يكون فنان أو لا. بس للأسف الوضع اللي في البلد لا يسمح بهذا الشيء. بس مهم جدا وزارة الثقافة تهتم فتح المعاهد الموسيقية وتدريس الفنانين والاهتمام بالتنويت الموسيقى اليمنيه. طيب استاذه ماهر، انت كنت قلتي في مره انه ميزه الفن اليمني او العازفين اليمنيين انهم يعزفوها بالموهبه بالفطره بالحب وليس بالنوته والتعليم. وهذا ابداع، هذا ابداع، وهذه ميزه اليمنيين على فكره على بقيه الدول العربيه، انه اليمنيين تشوفوا انه انسان بسيط، عام بسيط، يعزف بطريقة جميلة جدا. يعني ممكن أكاديمي يدرس سنوات وما يقدر يعزف مثل هذا الإنسان اللي يعزف بحب وولع بالموهبة يعني بالسمع. وهذا الشيء يعني هذا الشيء مش موجود عند الناس الكل، هذه موهبة ما هيش عند الناس الكل، يعني عطاء من عند ربي سبحانه. وهذا السر، هذا السر لازم دراسة انه انك تلقى انسان حتى في الغناء يعني بيغنيه بطريقه جميله وبالسمع بالوراثه، ممكن بالوراثه، ممكن البيئه، ممكن اليمن على خاطرها بلاد الفن يعني بلاد الحضاره، يعني الشيء موجود في التراث او في الوراثه يعني مثل الجينات يعني. في الجينات ممكن، لاني انا اكتشفت وسمعت برشا يعني حتى في ناس تعزف مش على العود، على آلات هم يصنعوها. نعم. ويخرج صوت جميل وبيغنيوا مع هذا الصوت. يعني في أكاديميين يدرسوا سنوات وسنوات، معاهد وجامعات، ويدرسوا كيف يصنعوا يعني الآلات الموسيقية وكيف يعصفوا نوتات. نعم. وكذا. لكن هذا شيء جميل، يعني هو فن يعتمد على الشفاهية فقط. لو كان دخل التدوين ودخل المعاهد وممكن النوتة، أنا أشوف إذا كان دخلت النوتة ممكن تغيب هذه الموهبة والسماع وما أعرف شنو. وإذا كان ما دخلتش كذلك مشكلة، لازم يكون التعامل مع النوتة والدراسات الموسيقية يكون تعامل مضبوط يعني. عرفت؟ في اليمن هناك يعني معروف إنه اليمن هناك فنانين وورثوا هذه المهن، يعني الفنان علي الأنسي أبناؤه فنانين، يعني السمة أبو بكر، أسرة محب وغيرهم، الأخفش. يعني والأخفش. وبالتالي هل الفن أو الموهبة الفنية في الغناء تورث أم إنها يعني ميزة خاصة باليمن؟ هي ممكن تورث أكيد. الإنسان لما يتولد في بيئة موسيقية ويسمع، يسمع دائما، يسمع أبوه، يسمع عمه، الجلسات ديما فيها طرب وديما فيها موسيقى، يعني تلقائيا وبطريقة عفوية تورث يعني. عرفت يعني؟ أول بيئة عندها دور يعني في البيئة الخالية من الموسيقى، مش باش تخرج فنانين وموسيقيين، لكن البيئة اللي فيها الفن والموسيقى والسمع والكل، هيك اللي باش تخرج يعني فنانين يعني مواهب. هناك يعني عازفين اشتهروا على مستوى العزف في المنطقة، ليس فقط أعتقد في اليمن لكن في الخليج، وفي مثلا فيصل علوي، أحمد فتحي، وكثير من ما هو سر تميز العزف أو هؤلاء العازفين اليمنيين، خاصة أنهم عدد كبير من العازفين لم يدرسوا كما أسلفنا سابقا. ايوه، لكن زي ما قالت الاستاذه ماهر انه في البيئه الفنيه مساعده جدا في انتاج عازفين مبدعين ومغنيين مبدعين. هذا ساعد في انتشار هؤلاء العازفين مثلا زي الاستاذ عارف جمان، الاستاذ عبود خواجه. اللي ساعدهم اكثر ايضا انهم انتقلوا الى دول مجاوره فيها الفن منتعش، في دعم للفن وفي كذا، فظهروا وبرزوا يعني. بينما في هناك ايضا عازفين كثير في اليمن مش معروفين للاسف، عشان ما حصلوش الفرصه هذه، والجهات المعنيه عندنا والاعلام ما التفت لهمش. سبب تميزهم طبعا انهم ببساطه عازفين من بيئه يمنيه، فهم اكثر من بيتقنوا الفن هذا.
لازم انه يكون الشخص اللي بيعزف فن معين. مثلا انا يصعب علي ان انا اعزف تركي لان انا اصلا مش من تركيا، فمحتاج ان انا اتشبع بالفن التركي ومحتاج ان انا اجد السنوات هنا واعزف. فالفن اليمني نفس الموضوع، هو علاقه بروحيه المقام. فزي ما قلنا في خصوصيه في الفن اليمني في الريشه وفي الاساليب العزف وكل شيء، فهذا هو طبعا مساعد للعزف. فاكيد لو في فرصه لعازفين كثير موجودين في اليمن بيلاقوا شهره عالميه، بيحضروا منتديات ومهرجانات دوليه للعود الدولي، للمهرجان الدولي للعزف المنفرد على آلة العود. بس هؤلاء زي ما قلنا حصلوا فرصه ودرسوا. الاستاذ عارف جمان درس، والاستاذ احمد فتحي درس. طيب يعني خلال فتره الستينات والسبعينات والثمانينات حتى ربما كان هناك اساتذه الفن في الخليج هم يمنيين، محمد مرشد ناجي، احمد بن احمد قاسم، وعدد كبير يعني. هؤلاء هم ذهبوا يعني ولديهم شعبيه وجمهور خليجي كبير جدا. لماذا لم ينتقل هذا يعني الجمهور او هذا الاداء او الاستماع الى المغرب العربي؟ انحصر في المشرق العربي تحديدا في دول الخليج وجزء من ربما مصر وغيرها. ايوه، هو انا لاحظت يعني انه الفنانين يعني بصفه عامه الخليجيين عندهم جمهور، يكون جمهور خليجي بصفه عامه دول الخليج الجزيره العربيه والكل. ممكن الاعلام، ممكن الاعلام عنده دور يعني في، لكن احنا مثلا في دول المغرب العربي هناك اغنيات يمنيه احنا نحبوها نسمعوها، اغاني يمنيه او اغاني يعني كما نقولوا احنا ترجع لتكون خليجيه. مثلا اغنيه عبد الرب ادريس نحبوها برشا لحد الان، نحبوها ليلى لو باقي ليلى. الفن الصنعاني او الفن اليمني بشكل عام ارتبط بالايقاع الراقص يعني، هل هذا يعني سبب قد يكون احد الاسباب لانتشاره، خاصه انه الرقصات اليمنيه ليست معروفه مثلا على المستوى العربي والدولي يعني؟ هل لو صوحبت هذه الأغاني بتصوير جديد مختلف وفيديو كليبات هل ستساعد في انتشارها؟ هي رقصات اليمنية عديدة، نعم عديدة جدا يعني، وكل رقصة عندها رمز، كل رقصة ترمز لقبيلة معينة أو مدينة معينة يعني معتمدية وش تقولوا يعني، وعندها معنى. رقصة الزامل غير رقصة الشرح، غير رقصة الصنعاني، غير رقص البرع، غير رقص الأطفال يعني أو رقص المرأة مع الرجل، يعني عديدة. وأنا حاول يعني في دراستي تتجاوز 200 رقصة، تتجاوز 200 رقصة اليمن كله، كل الرقصات يعني تتجاوز 200 رقصة، ودائما مصاحبة الغناء، دائما مصاحبة الغناء. حتى الغناء الصنعاني عنده رقص، حتى ولو كان يغنى الموشح، الموشح هو غير رقص لأنه إيقاعه بطيء وأحيانا وسطى، لكن الرقصة حسب خطوات الإيقاع يعني تتبع الإيقاع، هذا على غرار التصفيق. البرع شيء معين يعني، الزامل هو لتحفيز يعني لشحذ الهمم هيك، وعرفت يعني حاضر الرقص في الموسيقى اليمنية. هل جربتي ترقصي صنعاني لحدي؟ جربت شوية في الدار وحدي جربت الرقص الصنعاني. الخطوات صعبة، الخطوات انك يعني خطوات مدروسة، خاصة لما يرقص اثنين يعني، ولازم يتمرنوا على فكرة يعني. وهي مرتبطة ايضا بالايقاع، مرتبطة ايضا مرتبط بالايقاع عليه، وفي خطوات ثابتة يعني لازم يكون متناسقين يعني مع بعضهم. يعني انا باش نرقص وحدي في الدار، في الدار ما لازم يشوفنيش حد على ذكر الفنانة يعني هناك العشرات من الفنانات القادمة من المغرب العربي، أجدنا الأغنية اليمنية بشكل كبير، و يعني لماذا أو ما هو سر التميز أو لماذا يتم الانطلاق؟ هل لأنه البحث عن سوق جديد مثلا؟ جمالية الموسيقى اليمنية والغناء اليمني، ولأنه يعني المغرب العربي احنا في غنائنا يعني في هناك أشياء قريبة للموسيقى اليمنية، خاصة في العرب هذه والخصوصيات يعني في الموشحات أو في الأغاني اليمنية. مثلا احنا في تونس عندنا الملالية في تونس، نقول لا 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 في تعز ياكل ملالة، يعني هي تقريبا نفس الشيء، تختلف اكيد يعني في المقام وفي الشجن وفي المعنى، لكن في هناك يعني نقاط تشابه، عرفت يعني. ولانه الموسيقى والغناء اليمني روثري برشا وغني
ومستفز يعني. نعم. يجذب المغنيات. الملالة اليمنية كان معك تجربة في الملالة، هل الملالة اليمنية تختلف مواضيعها؟ هل هي أكثر شمولية؟ هل هي وجدانية أم أنها يعني ترتبط بمواسم زراعة بمهاجل بأشياء معينة؟ هي الملالة معانيها مختلفة ومرتبطة أكثر بالنساء، يؤديها الرجل لكن أكثر النساء. يعني أنا لما سمعت أول مرة سمعت الملالة سمعتها على صوت المناعة لي. يعني خطيرة في الملالة يعني، وهي معروفة بالملالة مع مضامينها مختلفة حسب وفيها شجن. نعم. وتغنى في مقام شجي، مقام الحجاز، تغنى بعد العمل أو أثناء العمل في البيوت، في القعدات يعني أثناء رحي الحب. مثلا المرأة لما ترحي الحب يعني، خاصة المرأة الريفية في الحجرية أو في تعز أو في ريف تعز، لما ترحي الحب حتى تقصر هذا العمل تغني ملالة. عرفت يعني، جميلة جميلة. إطار الملالة هو مش في مهرجان أو في جلسة، هو صحيح في العمل وفي البيت، لكن وبرغم أنها شعبية طابع لكن شخصي جميلة يعني. هو في طابع شجن شخصي، شخصي حتى عرفت المشاعر فيها فياضة، فياضة للوجدان والمشاعر. نعم. وحتى والفن يرتح يعني. نعم. يترتح. نسمع ملالة أكيد. نسمع ملالة. أوكي. مليون سلام مني لسقوفك، مني لسقوفك، يا ليت عيني كل يوم تشوفك. ألا ألا شكلك مليح وقامتك عود الناد، وقامتك عود الناد، يا ليت عيني كل يوم تشوفك. ألا ليلي 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 ليلي. سلام. يعيشك برشا. أستاذ محمد، أنتم كعازفين شباب يعني، أنا أمس استمعت، كنت محظوظ إني استمعت لواحدة من معزوفاتك. ما هو يعني من أين تستلهم هذه المعزوفات؟ خاصة أن تتحدث عن التاريخ، عن معزوفة سبا، ما هو الذي جعلك تذهب لتسمية هذه المعزوفة بهذا الاسم يعني؟ ومحاولة يعني لمحاكاة الموسيقى اليمنية. احنا عندنا كمية هائلة من الأغاني، لكن الموسيقى الآلية في اليمن شبه معدومة. الأستاذ أحمد فتحي ألف بعض الموسيقات، والأستاذ عارف جمان، لكن ما فيش لها رواج وثقافة جديدة ودخيلة على الفن اليمني، لكنها مهمة جدا بحكم أنه الموسيقى هي لغة عالمية. نعم. فأقرب للأذن المستمع في الدول الثانية ما بتكلمش لغة عربية، بس الكلمة بتكون يعني اللغة بتكون حاجز أحيانا في فهم الكلمات، لكن الموسيقى إحساسها يوصل أكثر. فهذا هو نوع من يعني من مشاريع المستقبل اللي بحاول نشتغل عليها، أن أنا ألف موسيقى يمنية أستخدم فيها الإيقاعات وخصوصية المقام والأساليب اليمنية في العصر، وأيضا بتحاكي الموسيقى العالمية أن يكون فيها حداثية يعني. الموسيقى أو العزف في العود بالعود في اليمن هو ارتبط بوجود فنانين أو مصاحب وليس حدث مستقل يعني. نعم. طيب الآن هل ممكن تسمعنا وصلة صغيرة خاصة للبرنامج؟ ممكن أشوف يعني في مثلا مقطوعة من تأليفي، بس هي ما زالت تحت الإنشاء يعني. نعم. Thank you.
أستاذ مهر، يعني التجديد هل يعني الخروج عن المألوف أم أنه يعني الاحتفاظ بالروح وإضافة شيء آخر فقط من أجل الانتشار؟ الثاني هو الاحتفاظ بالروح مع إضافة يعني بصمات جديدة إبداعية، تكون يعني بصمات إذا كانت في الغناء تكون بصمات شخصية، إذا كانت في الموسيقى بصمات لحنية، إذا كان في العزف بصمات يعني في العزف يعني في حسب يعني إحساس العازف. هو الإبداع أنا معه أن يكون في تجديد، لكن مع المحافظة على الهوية. لا نغيب الهوية يعني أحكي هنا الهوية الموسيقية، يعني لازم نحافظ على هذه الخصوصية مع إضافات حتى تكون مواكبة للعصر ومواكبة يعني مواكبة للمستمع ومواكبة للعصر. ودائما هو التجديد حلو يعني في كل شيء يعني. طيب الأغنية اليمنية مثلا، أنت غنيتي حضرمي أيضا، الأغنية الحضرمية ربما من أكثر الأغاني التي تم فيها تجديد وفيها إيقاعات وفيها، هل هذا له علاقة بكون المجتمع أكثر انفتاحاً، مجتمع قريب من البحر، قريب من التلاقح الثقافي مع ثقافات قادمة من الهند، من أفريقيا، من غيره؟ صح، هي حضرموت يعني يعني موقعها والمركز نتاعها هو كان من يعني كان نقولوا احنا سبب حتى تكون الأغنية الحضرمية، هو هي معروفة على الداني يعني الحضرمي. نعم. تكون فيها هيك الثراء الموسيقى الهندية، نسمع احيان ايقاعات هندية او حتى في العرب لما مثلا طريقة اداء ابو بكر سالم او الفنان كرامة مرسال هيك تذكرني بشوية الهنود. نعم. محمد يعني جمعة التنقل بين القرار والجواب، يعني هذه التثاقف، والتثاقف حلو يعني حتى في المغرب العربي احنا عندنا تثاقف بين تونس والجزائر والمغرب يعني في الاداء وفي الموسيقى. في اليمن التثاقف كان اسيوي هندي. نعم. عرفت يعني. نعم. اعتقد انتم محضرين لنا حاجه حضرمي موال او اغنيه حضرمي. طبعا نجرب. وداع
انت السبب خليتني دور على غيرك، واليوم تبغى من ذل نفسه في الهوى يستاهل اللي جاء، مقدر والنبي ودع خدني يا حبيبي معاك، مقدر والنبي ودع خدني يا حبيبي معاك، متلبي الهنا بتبعك متلطل أنا بتبع، حتى لو طلعت القمر يا روحي بلاش السفر، حتى لو طلعت القمر يا روحي بلاش السفر. الله، جميل جميل جدا، أبدعتك أستاذة مهر. الأغنية اليمنية ربما هي تختلف عن كثير من الأغاني في بتميزها بالكلمات، ربما هي تركز بشكل كبير على العاطفة، على المشاعر، على علاقات الحب. يعني هل هذا أحد ميزات الأغنية اليمنية؟ وإذا قد يساهم في انتشارها بشكل كبير. هي الأغنية اليمنية ومضامينها متنوعة. الأغنية هناك الموشح الصوفي، يعني الموشح مثلا ربي حسن المخدم هو موشح صوفي ديني. هناك الأغاني اللي مضمونها الغزل على المرأة، وسطي صنعاء شفتي ذياك الغزال مثلا. هناك أغاني مضامينها اجتماعية، الملالة، وجداني، تحكي، ممكن تكون حزينة، ممكن تكون مضمونها يكون أحيانا مش حزين، يعني تحرك الوجدان، ومضامينها مختلفة. يعني الموسيقى اليمنية والأغاني اليمنية والموشحات الصنعانية بصفة عامة مضامينها تغطي أرجاء اليمن. مثلا يا شاري البرق من تهامة هو لون صنعاني لكن يحكي على تهامة، يا شاري، عرفت؟ نعم. يعني أستاذ محمد، هل يعني الظروف التي تمر بها البلد، يعني القمع والتضييق على الفن، هل يخلق يعني بيئة فنية مواتية للمزيد من الإبداع، أم أنه يخنق الفن يعني ويتحول الفن بدل ما هو ملاذ لليمنيين يصبح حالة سرية أو حالة شخصية، خاصة بعد حالة التضييق اللي نشهدها في اليمن؟ مر الفن في خاصة في صنعاء بهذه الظروف قبل مئات السنين. يعني حتى لو تلاحظ أن آلة الطربي زمان كانت تصنع ممكن تتقفل تنتني، حكم أن الفنان كان يخبيها في جيبها زي ما كان بيقول. يعني بس إحنا أصلا الفن موجود عندنا في الزوامل، موجود عندنا في الأهازيج، موجود عندنا في أعمالنا، في شغلنا، في حتى في العزاء بيجيبون الشاد يعني منشد. فمستحيل أنك تضيق على الفن وتحرمه، موجود في كل المناسبات سواء كانت حتى الدينية موجود فيه. يعني فهذا قد يخلق نوع من السرية، قد يخلق نوع من الاحتكار. أصلا في هذه الفترة أيضا كمان تم احتكار الفن لجهات معينة وكانوا هم فقط يعني اللي، بس زي ما يقولوا المعاناة تولد الإبداع. فأعتقد أن هذا الشيء لا يمكن أنه يحاصر الفن. والآن بالعكس، الآن الفن اليمني برضو في ازدهار وفي انتشار وفي وإحنا نتمنى أنه يصير أكثر يعني في الموضوع هذا. سيدة مهر، الأغنية اليمنية أثرت بشكل كبير جدا،
على او الالحان اليمنية على الاغنيه الخليجيه. أيه. هل هناك بالاصح شيء اسمه اغنيه خليجيه ام انها تاثرت واخذت مثلا من الاغنيه اليمنيه من الاغنيه المصريه ومن غيرها واصبح هناك ما يشبه تراث خليجي او هناك تاثير على تاثير الموسيقى اليمنيه على الموسيقى الخليجيه لانه الهجره هجرة مثلا الحضارة من الفنانين للحضارة مثلا الفنان أبو بكر سالم الفنان عبد الرب إدريس في الكويت أبو بكر سالم في السعودية في صنعاء كذلك يعني هذه الهجرة ممكن هي اللي تخلي التثاقف وتخلي معناها التأثير نعم. هذا يعني أكيد وممكن حتى الموقع يعني الموقع التقارب الثقافي لكن أنا مع أنه يكون في تأثير لكن ننصف المؤثر نعم. ننصف المؤثر نقول أنه هذا مثلا تراث يمني هذا فولكلور يمني لا ننسب التراث لأنفسنا يعني كلمة تراث قديم هذه ماذا تعني تراث التراث يعني التراث كلمة عميقة وعريقة وحين نفسر تراث نكتب دراسات يعني نعم. تراث إيش يعني تراث موسيقي لكن لازم تفسر إيش تراث يمني ومن أين من اليمن كبيرة نعم. من أين صنعاني حضرمي عرفت يعني لازم يكون التأثير أنا مع التأثير والتأثر يعني والتثاقف حلو إن يكون لأنه حيولد في الأخير مش يولد حاجة مزيانة موسيقى نعم. مزيانة لكن ننصف المؤثر نعم. هناك ربما محمد عبده كان من أكثر من تأثروا بالموسيقى يمنية. اليمنية نعم أصول يمنية لديكم أغنية تقريبا تشرح أو هذا الرابط بين التثاقف يعني الأغنية لمحمد عبده هل ممكن نستمع عليها؟ إيه ممكن يلا انسى روحي والانين والهوى عندي مكين
مبين. يا معين. يعطيكم العافية. أعتذر على نسوتي في الكلام. لا لا يعيشك. شكرا جزيلا لكم. بصراحة كانت حلقة بالنسبة لي استثنائية. شكرا. وللأسف الوقت انتهى بشكل سريع وما زال هناك الكثير ما نود قوله. في أقل من دقيقة، هل سنشهد خلال الفترة المقبلة أعمال فنية للفنانة ماهر؟ إن شاء الله بعد عودتي من إسطنبول إن شاء الله نخمم في عرض، إن شاء الله يكون عرض رمضاني ويكون اسمه هيك الجلسة اليمنية، حيكون يعني مش يكون فيه وصلة يمنية، قومة صنعانية مخلل باليمن، هذا على غرار الموسيقى الأغاني التونسية والكل. هذا خمم فيه من قبل، خممت فيه عامني، ولكن السنة الفارتة كانت ظروف كورونا والكل. إن شاء الله السنة يكون من نصيبي وان شاء الله ننجح باش ان شاء الله نعمله. بالتوفيق وان شاء الله نشوفه على قناه بلقيس ان شاء الله. ان شاء الله يعيشك ان شاء الله. استاذ محمد شكرا جزيلا لك، واتمنى انه يستمر حضورك وابداعك. انت اليوم احد الاصوات المهمه بالنسبه للمقاومه يعني محاوله اسكات الفن والفنانين. شكرا لكم، شكرا لكم على الاستضافه، وشكرا لكم على الاهتمام ايضا في موضوع الفن والمواضيع الفنيه. شكرا جزيلا لكم. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر سفيرة الأغنية اليمنية في تونس الفنانة مهر الهمامي، وكذلك عازف العود اليمني المتألق محمد الهجري. نلقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية شباب.